رحمن الحاج والحاجه اكيد لهم دور كبير جدا في حياتك انت وتوفير سبل الراحه، وانت اساسا من المنصوره يعني، طبعا فاكيد طبعا. طبعا لهم دور كبير جدا في حياتك. احكي لي عن هذا الدور. انا والدي كان في اول لما اشتغل جيت، ايه والدك؟ كان والدي ممرض ساعتها، وكان في السعوديه، نزل مخصوص عشاني، والله لان هو كان ساعتها بيجي للناس كلام ان انا كويس وكده. الجيش الابيض يعني، والدك من الجيش الابيض. والدي كان يعني، هو ما كانش اللي هو يعني، ما كنتش بلعب كوره، اللي انا ما كنتش حارس مرمى وكده. فجاه بقيت بتدرب اللي هو هوايه بهواية يعني، فناس قالت له ان هو كويس. فلما نزل بدا يعلمني الاساسيات، وبدا يوديني للمدرب وكذا مدرب. فهو انا كان نازل عشان انا، يعني هو ويعني ما كانش يعرف ان انت لا، انا كنت حارس مرمى انا ما كنتش ولعيب حارس كوره مرمى يعني. اصلا يا كابتن، يعني كنت لاعب، كنت بلعب كده عادي، ووقفت بالصدفه يعني. وانا الله، وقفت بجد والله العظيم، دي وقفت. معلومه جديده ما قلتهاليش في الاول دي. يعني انت اساسا كنت جاي تختبر لعيب؟ لا، انا ولا بس اساسا كنت لعيب؟ انا كنت وانا في هوايتي وانا صغير، اللي انا العب كوره مع زمايلي كده في الشارع، العب كوره. مين اكتشف فكره حراسه المرمى؟ هو اخويا بس في المدرسه عندنا كان بيقول لي تعالى انزل اقف جون. فانا، هما ناس كبير، اخويا اكبر مني ب3 سنين، فانا ما رضيتش اكسفه مثلا، وقلت ايه، اما انزل العب اي حاجه. فلقيت نفسي كده مثلا من مره للتانيه بلعب مع اخويا، والاقي نفسي كويس وبصد. فالمدرب اللي كنت بتمرن معاه لاعب، بدات اتمرن معاه حارس، قلت انا هغير لحارس. لما شاف فيا كويس، رحت لمدرب حراس تحديدا، وبدا يعلمني الاساسيات، واتعلمت الاساسيات في 6 شهور بس. وساعتها جيت النادي هنا، لان جيت كان عندي 11 سنه ونص، وجيت النادي هنا عنده وانا عندي 12 سنه. ففي وقت صغير جدا اتعلمت الاساسيات، وعرفت ان انا عندي موهبه، وبدات اطور فيها بسرعه، لان انا جيت هنا ما اعرفش اي حاجه، اول تجربه ليا في حياتي، وان انا جاي هنا يعتبر تايه، وجاي في مواصلات ومعاناه. افهم كده ان اخوك كان له دور كبير جدا في انك طبعا انت تبقى حارس مرمى. والدك والدتك بقى دورهم ايه؟ والدي كان يعني اللي هو ماشي معايا من اول الطريق، اللي هو انا هجيبك واوديك، هجيبك واوديك، هجيبك واوديك، لغايه ما هنا بقى يعني قرايبي هنا لهم دور برضو معايا، ان انا استمر هنا في النادي، لان المروح وجاي كل يوم دي كانت صعبه عليا قوي. فكان ليا قرايب هنا في 100 عقبه، دول لهم فضل عليا كبير قوي برضو، ان انا اقعد معاهم، ما كنتش اعرفهم. حابب تذكر اساميهم؟ اذكر اساميهم برضو في قناه الزمالك، الناس كان في عامر رزق، هيفرحوا هم اساميهم طبعا اكيد. عامر رزق وابلة انجي كان ليهم دور يعني دور كبير قوي معايا، وكان والدي كلمهم لي، وانا ما اعرفش. اول لما رحت هناك كنت خايف جدا وزعلان ان انا سايب اهلي وسايب بيتي، وجاي هنا اقعد مع ناس ما اعرفهاش. حتى ما كنت بتكسف جدا اطلب اكل، او اقول عطشان او اي حاجه، لغايه ما اتعودت. دلوقتي هم بيعتبر اهلي التاني يعني، هم اهلي التاني، وبزورهم لحد دلوقتي. والله والله يعني هم لهم دور كبير في حياتي، ووالدي بالتحديد، ووالدتي واخويا، هم لهم دور كبير قوي. والدي ماشي معايا باول الطريق، وبيحب يجي يتفرج عليا كتير يعني. هو والدي كان بيسافر السعوديه كتير، لما بينزل بيحب يجي. والدتي ما تعرفش حاجه كتير عن الكوره، بس حاليا يعني هي من اشد المعجبين بنادي الزمالك، وبتتفرج كوره علشان انا، ونفسها نفسها تشوفنا حاجه يعني. يعني انا دلوقتي بتقول لي مثلا هتطلع امتى، هتيجي امتى، عشان عايز اشوفك. فانا يعني نفسي عايز اشوف افرحهم بقى يعني مجهودها اللي كان معاك، ومجهود عمك يعني باين على الشاشه، تشوفك حارس مرمى الزمالك يعني. ان شاء الله ان شاء الله. انا ده الدافع ليا انا، ان انا ابقى حاجه ليهم وابقى افرحهم، ده اسعد ما يمكن يعني. والبلد بتاعتي للناس كلها بتقابلني في الشارع، ايه يا كابتن، ايه، فحاجه تفرحني جدا. ونفسي نفسي اعمل حاجه لبلدي، واعمل حاجه لاهلي. دي اول امنياتي يعني، نفسي احققها، ان انا ابقى اعمل حاجه لبلدي، اساعد نفسي واساعد بلدي واساعد اهلي. دول اتمنى يحصلوا يعني، ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. ربنا يوفقك وتسعدهم طبعا. اكيد اهلك مهمين جدا يا جماعه. يعني دعاء الوالدين ده يعني حاجه جميله جدا. انا شخصيا يعني بقيت فلان الفلاني علشان طبعا ربنا سبحانه وتعالى رايد كل شيء، ولكن دعاء الوالدين ده مهم جدا جدا.